ايه دابا في دبي؟ دبي عندي هادي عندي محالة موالو هادي اصاحبي، محالة موالو اللي تشوف الكيران هنايا، شوف الكيران الشوا دارو لينا راه فرحة كبيرة عند العمقات وعند التواريخ ولينا كنلبسو في الكيران وغادي معطلين محالة موالو الله ياخذ الحق اللي كنشوفو وحنايا اصلا غادي نكون شي زينة عباد الله باش تشوف المرات ومعذبين بنادم مخلي خدمته ومعاون معانا حنايا واللي خاصو يتعاون معانا مخليه لهنا في التوج زعما مسوق عليه متابعين الفلوس والكاميرا عرفت فينا توصلو هاد الفرقة هادي. شو اخويا راشد وحق الله شوف شو اللي كيدير هذا بقا الفرقة والله إلا شو حشومة عليهم يديروا لنا بحال هكا وحق الله راه غادي في الكيران في الكار وكنلبسو في الكار بنادم كلشي يزيد من عنده باش حنا نمشيو راه ما كاين حتى شي حاجة بحال هادي باش عرف الجميع حنا راه ما مشينا على الماديات لا على والو مشينا على قبل الضوق وهذا فهمتي وكنا غادي نعلقوا بالماديات كاع ما نخلصوا من عندنا ونسخسخوا التسخسيخه ونمشيو بالجوع والفقر واش تقولوا للعباد الله ينعم جدي على الحمار شعبونا نقولوا كذابه في الشاشه خير اخويا الله يعطيك الحق الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق الله يغبر لك الشقف الله ياخذ فيك الحق الا عندك الا عندك اولاد وكدير عليهم بحال هكا راه انت اخويا راه يبغي يدير لنا الامكانات ديالو كيديرهم علينا كيسلطهم علينا باش حنا ديما كنبقاو صغار ماشي حنا عندنا في يدينا ماشي فين ما كنمشيو شي بلاصه كنلقاو ديما بنادم كاين اللي كيدوي عليه حنا ما كاينش اللي كيدوي علينا باش حنا خاصنا تكون عندنا كلمه وخاصنا نكونوا حاش حنا عندنا في يدينا من الاخر حنا عندنا في يدينا خاصنا نلعبوا حنا 13 عام حنا مجموعين كدراري كنلعبوا باسكيت اليوم يا غنلعبوا الماتش يا غنربحوا غنخسروا ان شاء الله باذن الله غنربحوا ملي غنسالو المارو غنحبسو باسكيت صافي سالينا وديما راجع جامعة مصطفى أوراج كنتمنى غير يصلح لنا هذا الوضع لأنه رجل في المستوى وما يمكنش لك عباد الله واش عباد الله جامعة ضده الفرقة ضده العصبة ضده الناس كاملين غالطين وأنت اللي صحيح شكون هذا شكون؟ السي نور الدين بن الزبان أنا كنقول ماشي بن العوبان بن الزبان أنت ماشي بن العوبان بن الزبان أو غادي الدراري فاس ب 30 درهم يلاه قول لي هذه فين عمرك تفهم هذه في العقل إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة